الساعة العاشرة وآخر فيديو كان بو 20 هاز رجليه بطريقة ياك سير سير هاز رجليه وعطي رسول الضحية تدفع فيه ما تشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الصورة واضحة، الصورة واضحة. هو هز رجلي في عاطمة تهزي رجليها، هو اللي هز رجلي ودايرة يديها من التحت واستعملت له كل شيء. هذا الفيديو الخامس كنا هذا الفيديو الثامن، هذا 11 هذا ماشي لا لا، هذا الشيء ديال اللي قلتي تصريح بحالة ديال الخامس. شنو جديد اللي زاد فيديوهات الأخرين؟ هذا هو الفيديو، هذا هو آخر فيديو دابا اللي تعرض، هو أنه كان هو المفعول فيه ماشي هو الفاعل. إذا ما الغرض بأنه يعرضوا هذه الأشرطة اللي ما كانوش هما؟ لا متهم ولا شنو الغرض؟ توضيح المفضحات من المفضحات. شكرا.